السلام عليكم ورحمة الله. الخامسة في تونس، أهلا بكم مشاهدينا في متابعة أخبارها. عملية بيضاء تتصدى لمحاولة تسلل مجموعة إرهابية، واكب تنفيذها بمدنين وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم، وعاين عمل الوحدات الأمنية والعسكرية وجاهزية مختلف تشكيلاتها بالمناطق الحدودية المتقدمة بالصحراء التونسية. جيت هنا كذلك هذه في اعتقادي أنها رسالة تقدير للمجهودات الجبارة يقوم بها أبناء المؤسسة الأمنية في حماية الوطن والمواطنين، ونحب نقول ونوضح أنه نحن مع أبنائنا مع زملائنا في كل الأمكنة وكل الأزمنة. الأمن كان يقوم بخدمات إنسانية واجتماعية للمواطن، وأيضا ما يثلج الصدر أنه ثم المقابل أثناء العملية البيضاء ثم مواطن كان يعتقد أنه عملية جدية فسارع جاء بسرعة قصة بسيارته وجاء باش يعلم رجال الأمن، فهذا شيء يعمل كيف يؤكد أنه ثم تكاتف وثم تآزر بين مختلف شرائح المجتمع لتحقيق الأمن، لأنه الأمن جماعي أو لا يكون. في شأن آخر، وفي ظل الانتهاكات الجسيمة المتواصلة والتغيرات المناخية، تشكو الثروة الغابية بالقصرين حاليا ظهور حشرات سكوليت التي تهدد أشجار الصنوبر بالموت والتلف، لتشرع المصالح المعنية تقطع عملية الأشجار المتضررة بهدف تطويق انتشار الحشرة. تشهد الثروة الغابية بولاية القصرين منذ سنوات انتهاكات جسيمة واعتداءات على أشجار الصنوبر الحلبية إما بالقطع أو الحرق، مساحات شاسعة تضررت بفعل هذه الانتهاكات، إضافة لتأثيرات التغيرات المناخية. وأضحت منذ فترة شجرة الصنوبر الحلبية بولاية القصرين معرضة لمخاطر حشرة أسكوليت. الآن في مدينة غابات ولاية القصرين تشكو من ظهور حشرة اسمها حشرة الصندلة أو القلف، واللي هي ما تميزش في الحقيقه البلاد التونسيه فقط، انما ظهرت في عديد الدول الاخرى مثل لبنان وفرنسا. والحشره هذه في الحقيقه تسبب في يباس او تيبس شجره الصنوبر الحلبي، والحل الوحيد للتدخل لمنع انتشار الاصابه في الغابات التونسيه هو عمليه القطع الصحي للاشجار هذه. قاعدين في اللحظه هذه نقوم بعمليه احصاء الاشجار اللي مصابه وتطريقها وقطعها عن طريق عمل الحظائر الجهوية. حاولوا بالوسائل اللي عندنا حتى لو كانت بسيطة نحاولوا نقضوا على الكارثة هذه. غابات الصنوبر الحلبي بولاية القصرين التي تمتد على مساحة تتجاوز 150 ألف هكتار وتمثل 36% من المساحات الجملية بتونس، بدأت تفقد توازنها جراء هذه الحشرة. وصلنا مع الإدارة العامة للغابات والمعهد الوطني للبحوث في الغابات والهندسة الريفية والمياه، فهمني، اللي قاموا بزيارات ميدانية وأخذ عينات وتحليلها مخبريا، واعطونا التوصيات في الحقيقه وشنو يلزمنا نعملوا في خصوص القطع نتاع الاشجار هذه، نزع القشور وحرقها. عمليه القطع هذه عمليه صحيه وعمليه ضروريه واكيده، اذا كان ما دخلناش راهو معناها المساحات باش تزيد تتوسع رقعة المساحات بتاع الأشجار المصابة. وسجلت مصالح الغابات انتشارا كبيرا لهذه الحشرة خاصة بغابات فريانة، وتجاوزت نسبة الأشجار المتضررة 20% وبنسب متفاوتة بغابات معتمديات العيون وحيدرة وفوسانة. وللإشارة فإن حشرة أسكوليت ظهرت خلال سنة 2016 بغابات حيدرة، وتمكنت حينها مصالح الغابات من السيطرة عليها. مشهد عديم الحركة والحياة لاحظه الأهالي في سوق المغاربية بمدنين، إذ أغلقت عديد المحلات التجارية العشر الأواخر من شهر رمضان، ليقول التجار إن الوضع سببه ضعف قدرة الأهالي الشرائية ووضع البلاد الاقتصادية. أغلب المحلات التجارية بالسوق المغاربي بمدن المدينة مغلقة مع انطلاق فترة العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان، وانعدام للحركة بها في صورة غير مألوفة خاصة مع هذه الفترة. والتجار يفسرون ذلك بالوضعية الاقتصادية للبلاد والقدرة الشرائية للمواطن. المواطن العادي المعيشة غالية، وزيد هو في شهر رمضان هذا يعني كلمة يعني مصاريف مصاريف، وهكا علاش السوق توا مازال ما مفتحش اليوم؟ لان الناس تعبه، الناس تعبه في قفتها في جيبها، الناس مش لاقيه باش تفطر،
ماهيش باش لا ما عادش ملوجة على باش صغار ولا على ولا باش يلبس عياله ولا الناس تعب بالفعل معناها. وهذا احنا ما لاحظناش قبل في السنوات الفارطه ما لاحظناش لاول عام نشبحوا الحاله هذه قبل السوق يفتح نهار 15 رمضان. المشهد لا يختلف كثيرا مع عدد من المحلات التجاريه المنتشره هنا وهناك وسط المدينه واقبال ضعيف للمواطن وتسجيل لفارق واضح بين نفس الفتره من السنه الماضيه. الاقبال مازال ضعيف الايامات هذه مش كما قبل كنا قبل ناخذ ما شاء الله الاقبال الناس تفتح من ليله النص وقبل وكان تلقي حركيه وتلقي ناس تدور على بكري يجوا الناس سواعه وشوي ناس تعبت. مش كما العاده ومش كما عم نول الحركيه الحقيقه كنا ننتظروا حركيه باش تكون اكثر من هكا ما زلنا نستناو ما زال ديجا رمضان ما وفاش قاعدين نستناو باش تتحرك اكثر من هكا مي فما نقص كبير برشا في الحركيه. امام هذا النقص في الاقبال على شراء ملابس العيد فان المواطن يجد نفسه هو بين وجوبيه توفير الملابس وبين ضعف الميزانيه المخصصه لذلك. ولا الاسوام انت والشوام الشوال باهي انا غالي الشوال هكاكا رخيص. باش نمشي سبابط للعيد مشيت الحانوت واحد اخر وشريت الدبش وكهو تعبنا كموظفين تعبنا المقدره الشرائيه بدات طايحه وثم شوي غلاء ولكن ما علينا كان نصبرك. لاحظت كل شيء غالي أبارد ان المواد الاساسيه الاولى المواد الغذائيه والخضره وكل شيء غالي جينا اليوم للدبش كيف كيف اللي يولي عنده زوز ثلاثه صغار اربع صغار صراحه يحير في باش يلبس. هذا الإقبال الضعيف وهذه الحركية المتأخرة في انطلاق المحلات التجارية بفتح أبوابها أمام المواطنين يأمل التجار أن تتغير في الأيام القليلة القادمة ما قبل يوم عيد الفطر. وعلى أبواب عيد الفطر المبارك وفيما تخرج العائلات لاقتناء مشترياته وحاجياته يتململ المواطنون بسيدي بوزيد أمام غلاء أسعار الحلويات بأنواعها وضعف جودة الملابس والألعاب مع ارتفاع أثمانها. كاميرا الأخبار واكبت الأجواء ببعض أسواق الجهة التجارية. حركية كبيرة تشهدها الأسواق والمحلات التجارية بسيدي بوزيد بمناسبة عيد الفطر وخاصة محلات بيع الحلويات وملابس وألعاب الأطفال رغم الإجماع على غلاء الأسعار وغياب الجودة. صحيح تم الأسوام غالية شوي تم أسوام رخيصة تجربش تشوف بدي أنا بري رخيص أنا السوم أقل من مقارنة بالكاليتي بتاعه مع المندوفر مع اللي برودوي الأخرين مش تخدم بهم هو شيء مهول حق أسعار خيالية خيالية في البرودوي. والله الأسعار غالية الحقيقة بورتون كاليتي مش حاجة ممكن خاطر مناسبة العيد كعليش غالية شوي درت الحقيقة ما خيتش الشوال اللي حاجتي به. بالنسبه للاسوام كسواء مربوطه بالعيد ولا مش بالعيد الاسوام ديما مرتفعه معناتها مش خطر عيد. كونسيرنون لي شوا زيد احنا في سيدي بوزيد معناتها ما عندناش برشا شوا عندنا جيستا بوتيكا واحد قاعدين كيما تشوف معناتها ديما مليان ديما اوبليجي انك دور بعد تاني ترجع له. ما عندناش لعبات تحب تسري اللي عنده يحب يسري مسكين ما عندوش يراعي السلعه ويتفرج ويمشي تقول لك نرجع لك ما يرجعش. وفي هذا الإطار نفذت فرق حفظ الصحة خلال شهر رمضان حوالي 4500 زيارة ميدانية وأكثر من 270 تحليل مخبري بهدف ضمان سلامة المستهلك. عمليات المراقبة بالنسبة اللي صارت السنة إلى حدود اليوم 29/4/2022 هي 4491 عملية مراقبة نتج عنها 447 تنبيه كتابي ورفع 272 عينة مواد غذائية لحوالي الحلويات التي لا تستجيب للمواصفات الصحية. دونك لهنا باش نوصي بالنسبة خاصة المواطنين اللي تكون معناها في آخر رمضان يتهافتوا على توسكي حلويات توسكي ألعاب لهنا نحب نشير إلى ثم نوعية نتاع ألعاب عادة ما تكون خطرة على الأطفال كما الألعاب اللي فيها الأشعة الليزرية الألعاب اللي هي ألعاب نارية كما الفوشيك. رغم غلاء الأسعار فإن شراء الحلويات وملابس وألعاب الأطفال من العادات التي تلتزم بها العائلات التونسية استعدادا لعيد الفطر. وفيما جهة البلاد تتحضر وفق عاداتها وموروثها لاستقبال العيد يحرص عديد منتجي الحلويات التقليدية الأصيلة على حفظ ميراث هذه الجهات من وصفات حلو العيد وهو ما دأب عليه مختصو صناعتها بتطويله.
في ولاية تطاوين منذ عشرات السنين قرن الغزال الطبق الرئيسي للحلويات التقليدية التي لا تغيب أبدا عن موائد الإفطار في شهر رمضان وأيام العيد لدى العائلات، لما يبدع الحلوانيون في حرفتهم ويحرصون على المحافظة عليها أولا وترويجها خارج الجهة لاحقا لمذاقها الخاص والمتفرد. كامل أيام السنة بعضها كلها، لكن في المناسبات وخاصة في العيد الصغير هذا في شهر سيدي رمضان بالتحديد معناها يتم الإقبال عليه بشكل مهول. هي صنعة، احنا صنعة خذيناها خذيتها سنين، انا خذيتها على الاوائل على الاولين. المكون بتاعها هو هكا اللوز وجلجلان وسميد وسكر، هذاك المكون الاصلي بتاعها اللي خدم به الحاج عبد الله رحمه الله عليه. ما هي الجوده والاصل في تطاوين، هذه من عاداتنا وتقاليدنا. يعني طوال نسكن في زرزيس وبنروح بها الغد ان شاء الله، ونزو كدوات لتونس ولا للشمال دم يوصوا فينا على محشي تطاوين. ولئن حافظت الحلويات التقليدية على حضورها المميز فأن الكثير من التجديد طرأ على عادات الاستهلاك في الحلويات بالجهة بدخول عديد الحلويات الشرقية إلى الجهة لكن بمكونات خصوصية من الجهة. نحن نشتغل بالفاكهة، فاكهة حب ما منخلطها يعني، وحتى لما منكسرها شيء بسيط، ما منشتغل بالناعم يعني، بيأكل بيحس بطعمة الفاكهة، ما منكتر شحور بالقطر، القطر ما منكتره مشان ما يزنه، بيأكل بيحسها خفيفة بيحبها. والحلويات السورية معروفة أنه أي محل معلم حلويات إذا ما حط هيك اللمسة مثل ما بيقولوا يحس أنه هو بده يأكلها هو قبل ما يطعميها للعالم، بس يتقبلها هو بيتقبلوها العالم. وتبقى مع ذلك مدن تطاوين وغمراسن مدن الحلويات التونسية التقليدية المحافظة على خصوصياتها منذ أن احترفها الأجداد والمجددة كذلك في آن واحد. معرض منتجات النباتات الطبية والعطرية التي تتميز بها منطقة بن خداش نظم بولاية مدنين مستعرضا خلاصات ومصنوعات أنتجتها حرفيات من الجهة في إطار مشروع دعم دور المرأة في تثمين النباتات الطبية والعطرية بالجهة. سعاد الغول شابة تكونت في تثمين المنتجات الطبية والعطرية في إطار مشروع متكامل، الانطلاقة فيه كانت بدورة تكوينية ليكون اليوم لها مكان في المعارض مع مجموعة من النسوة اللاتي تشتركن في اختصاص المنتجات الطبية والعطرية على اختلافها. عملنا الفورماسيون هذه مع جمعية التنمية الاستراتيجية، دونك من الأول كونونا هما عجبونا معنا شكون عملنا الفورماسيون، وتوا جابونا المواد الأولية كل وخدمناها مع بعضنا الجروب يعني نساء مع بعضنا الكل هني. مواد تجميلية وعطرية مستخلصة من النباتات الطبيعية التي تتميز بها منطقة بن خداش من ولاية مدنين أثثت معرضا خاصا أقيم أمام مقر الاتحاد الجهوي للمرأة في مدنين، معرض من تنظيم جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية ويأتي تتويجا لمشروع دعم المرأة لتثمين النباتات الطبية والعطرية. وصلنا اليوم إلى إبراز منتجات متجددة يعني إثر الورشات هذه، وحبينا نعرف بها المواطنين، حبينا في شهر رمضان يعني تكون ثم ديناميكية اقتصادية خاصة في ليالي شهر رمضان لإبراز المنتوج هذا اللي يعتمد خاصة على مقاربة الاقتصاد التضامن الاجتماعي. اللي فوجئت به أولا الاستعمال الصحي، تقديم مثلا نعطيك مثال بسيط جدا، جيل التعقيم يقدم بطريقه وريته توا ديجا الرائحه موجوده لازلت في يدي، رائحه طيبه جدا وممتازه جدا، فاعاده التثمين هذه وعن طريق الحرفيات هذه ما تزيد الا فخر بصراحه وصدقا يدل على انه ثم مجهود يبذل. اذا مشروع تثمين النباتات الطبيه والعطريه استفادت منه عديد النساء ممن وجدنا في هذه التجربه الاضافه على اكثر من مستوى. خرجنا الصابون المغربي، خرجنا الصابون بتاعنا العادي والصابون الدهني، عملنا للدوالي، عملنا للالتهابات، عملنا معقم أسطح ومعقم يدين، عملنا جيل دوش أيوي، وعملنا كلهم النباتات بتاعنا، كل شيء حاجة طبيعية. أخذنا الأعشاب الأساسية من بن خداش من جبل، جبنا الشيح والزعتر وكل شيء، قطرناهم الكل وزدناهم الزيوت الأساسية. المرأة في مدنين تبحث دائما عن الابتكار والإبداع من أجل خلق مورد رزق لها ولعائلتها، بل الأكثر من ذلك تسعى لبناء ذاتها وأثبات أهمية دورها الاجتماعي والاقتصادي.
ابتهالات وأذكار وأناشيد صوفية ازدانت بها رابعة الثلاث كأبهى ما يكون البارحة، محية بمقام الصحابي أبي زمع البلوي سهرة حضرة رجال الخرجة الصفاقسية ضمن مهرجان المدينة بالقيروان. في مزيج بين روحانيات الليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل والموروث الصوفي الأصيل، احتضن مقام أبي زمعة البلوي عرضا لحضرة رجال الخرجة الصفاقسية نظمته جمعية المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف في إطار مهرجان المدينة بالقيروان، تضمن باقة من الابتهالات والأذكار والأناشيد الصوفية. هذه حبينا نعملوا حاضرة تكون هكية على الركح، فيها ذكر، فيها ابتهالات، فيها الصلاة على الرسول، فيها مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها مدح الأولياء، ونحن في باحة سيدي الصحبي، وكما قالوا يا صاحب الجاه يا سيد ساكن القروان واللي يزورك في أمان، ونحن الحمد لله في أمان في هذه بلادنا العزيزة. شخصيا نورونا اليوم في القروين، وما شاء الله ناس برشا جاو، وشكرا جمعيه مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان، وان شاء الله ديما القروين زاهيه. سهره رائعه تعديت وشفتوا عشتوا الحدث، فتتمثل في حضره نتاع صفاقس وجمعيه سيدي علي النوري اللي عملنا معاهم توأمه أبو إلا يشاركوا القيروان في احتفالاتها بمناسبة سهرات شهر رمضان المعظم. هذا الحفل بجميع مفرداته بدا لمتابعيه رحلة سحرية مع الأصوات العذبة التي صدحت بالإنشاد الصوفي وتجلياته في الحب الإلهي والمدائح النبوية، بمصاحبة إيقاعات موسيقية جعلت الجمهور المتابع إلى آخر لحظة من الحفل في حالة من الانتشاء والطرب والتفاعل. صلي على النبي، عرض الله واحد، تبارك الله، شيخنا شيخنا شيخنا، ان شاء الله كل عام حيين بخير، ان شاء الله انتم واحنا وانت محمد الكل. ماتر وليت بنزرت قولك العرض الليله هي خارق للعاده، خارق للعاده، اول مره نجي للقروان وجو رائع على الاخر. ديما ان شاء الله القروان ديما منوره، ديما رمضان مبروك علينا وعلى الناس الكل، وان شاء الله ربي يحمينا من كل بلاء ووباء. ربي لك الحمد، عندنا فتره على الشيء هذايا وعنا عامين بحكم الكورونا وكل شيء، توا يا ربي لك الحمد، ربي يرفع علينا الوباء ترجع الاجواء. الحقيقه شيء ليه يقولوا القروان جنه 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 على وجه الارض، ان شاء الله ديما في من حسن لاحسن. عاد رمضان عنده قديش ما جانيش كيما هكا، عندنا عامين كورونا والدنيا داخله بعضها، سنين فين رجعنا لاحتفالاتنا. جونا ديما جو بيه في القروان. لعشاق الانشاد الصوفي بالجهه محطات قادمه مع العروض التي ستقام خاصه بعد امضاء التوأمه والتبادل الثقافي بين جمعيه المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف وجمعية أحباء الشيخ علي النوري بصفاقس. على أجواء الفرحة التي نرجوها دائما نغادركم مشاهدينا، نهاية الموعد الإخباري، صحة شبيتكم وإلى اللقاء.